ناخد ام احمد. السلام عليكم، عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضلي. ازي حضرتك استاذه لمى؟ الحمد لله بخير، اهلا بيكي، اهلا بيكي، اهلا وسهلا. كنت عايزه اكلم الشيخ رمضان. اتفضلي مع حضرتك. الله يخليك، ازاي حضرتك يا شيخ؟ الله يسلمك، اهلا وسهلا. الله يخليك. انا بصلي الحمد لله، الحمد لله. بس دايما عندي خوف من عذاب القبر، دايما عندي خوف من الموت، من سكرات الموت، مش عارفه. حضرتك بتعاني من وسواس؟ يعني مش من وسواس، انا دايما حاطه في دماغي ان انا لما اموت هموت على حاجه غلط. دايما الشيطان يا بيقول لي ساتر يا رب. ان انت هتموتي على حاجه غلط. ده من امتى الكلام ده؟ بقالي كتير يعني على طول، ما حتى جربتيش مثلا تروحي لطبيب نفسي؟ لا، حتى مثلا لما اتوضى واصلي ابقى بتهيألي ان انا مثلا عملت حاجه، اروح اتوضى تاني. ما هو ده وسواس. لدرجه ان انا دلوقتي بصلي وانا قاعده عشان ببقى خايفه، يعني ايه يخرج مني اي حاجه مثلا وانا واقفه. ده وسواس يا ام احمد، انت ده بس كده، ده ممكن لو مش معاكي بقاله فتره طويله يبقى بدايه وسواس قهري. لا، انا معايا الموضوع ده بقاله فتره طويله، دايما بصلي، ولو انا ما صليتش مثلا تعبانه وما صليتش فرض، دايما الاقي حاجه جنب وداني. انت هتموتي وانت لسه ما صليتيش، هتموتي، هتموتي على انك انت ما صليتيش الفرض ده، وهتقابلي ربنا وانت مثلا مش مصليه العشاء، مش مصليه المغرب كده، مش حاضر عارفه. حاضر. تابعينا يا ام احمد. مدام كريمه. ايوه، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضلي. الله يخليكي. بصي حضرتك، انا حاولت اصالح حماتي من سنتين، وهي بس اللي مش راضيه عني. هي في مشكله بيني وبينها بسبب موضوع الخلفه، تمام كده؟ ايه موضوع الخلفه؟ بسبب ان مفيش اطفال يعني؟ لا، انا ربنا رزقني الحمد لله بطفل، طب الحمد لله. تمام. رزقني بطفل، وهي قالت لي عايزين تاني. هي بتقولي انا ابني وحداني، فانا عايزه له عزوه كتير وعيال كتير وكده. فانا مقتنعه جدا ان يعني طفل او اتنين بالكتير حلو قوي، لان كمان ظروفنا الماديه مش تسمح قوي بالعدد الكم الهائل بتاع الاطفال يعني اللي هي عايزاه. انتي وجوزك متفقين على ايه؟ انا وجوزي متفقين ان هما طفلين وحلوين قوي، يعني نفسنا نجيب كمان طفل تاني هي دلوقتي، عايزة ايه؟ بس حاليا لسه ربنا مش رايد يعني خالص. تمام. طيب حاليا انا حاولت اصالحها بقالي سنتين، وهي انا مش راضيه. حتى هي قالت لي بيتي متحرم عليكي، وانا بيتك متحرم عليا. حاولت اصالحها بقالي سنتين، كل مره وفي الايام المفترضه اقول لها صالحي يعني سامحيني، واروح ابص على ايديها ودماغها وكل حاجه، وهي اللي مش راضيه. فهل انا كده عليا ذنب ان هي مش راضيه عني؟ وعلاقة جوزك بيها ايه؟ لا، جوزي كويس جدا معاها، وانا يعني انا شايلاه من الموضوع باي خلافات بيني وبينها، يعني سنه قد ايه؟ بشيله من انتي النص يعني. ابنك قد ايه سنه؟ حوالي 5 سنين. طب وانتوا مفيش دلوقتي اطفال، انتوا اللي مانعين ولا من عند ربنا؟ لا، هو في الاول انا اللي كنت مانعه، ولسه موقفه الوسيله اللي كنت باخدها من كام شهر، من حوالي 4 شهور، طب بس انتوا لسه لحد دلوقتي ما فيش هي حاجه. كانت عايزه انه يبقى في اولاد ورا بعض يعني، وانتوا حاطين مده معينه فرق بين الطفلين؟ هي على طول بتقارني باي حد تاني بره. بصي، دي اتجوزت بعديكي وجايبه ما شاء الله 3، يا الله. يعني وانت معاكي لسه عيل واحد. طب انا بقول لها لسه الظروف مش سامحه دلوقتي، الظروف حاليا مش كويسه، حتى الظروف يعني الظروف الماديه عموما. حضرتك شايفه البلد يعني والظروف عامله ازاي. طيب حاضر، تابعينا يا مدام كريم. طيب خلينا نجاوب ام احمد الاول، موضوع الوسواس القهري والخوف من الموت والخوف من عذاب القبر. اولا لابد من الذهاب الى طبيب او طبعا طبيبة طبعا نفسية، طبعا، لانه هذا مرض نفسي ولابد انه تطلب له العلاج. فكلامنا اغذب اسبابه كل حاجه، لكن لا يغني عن العلاج، لا يغني عن الطبيب. طبعا. فاي حد يا جماعه عنده وسواس قهري ما يلجاش الى شيخ بس، لا، لازم يعالج نفسيا، لازم يروح لطبيب نفسي او طبيبه نفسيه يتواصل معاه ويبدا ياخد العلاج. وننصح رقم واحد بالاكثار من الاستعاذه بالله من الشيطان الرجيم،
قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. فنكثر من الاستعاذة. رقم 2 نكثر من ذكر الله وتلاوة القرآن. الذين آمنوا تطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. فاقرأي القرآن كثير. طب نصيحة كمان مهمة جدا، لا تكرري مهما كانت الظروف. أن الوسواس ما تستسلميش للشيطان. الوسواس يا لم يهانم قائم على التكرار. أيوه. يعني ما توضتيش، لا ما صليتيش، لخبطتي في الركعات، لا مش عارف كده. فلا تكرري. اتوضيتي خلاص اتوضيتي، قومي صلي وانت واقفة ان شاء الله مفيش حاجة، كملي صلاتك. يجيلك وسواس ده هتموتي، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وهكذا مع طلب العلاج النفسي. تمام.